جديده هنا في هوم سينما في البيت. النهارده الفيلم اللي احنا اخترناه اللي هنتكلم عنه في هوم سينما في البيت هو فيلم In Time، فيلم من بطولة جاستن تيمبرليك واماندا سيفريد وكمان سيليان ميرفي، من كتابة واخراج اندرو نيكول، ده اللي كان عامل فيلم ذا هوست ولورد اوف وور. دور احداث الفيلم في المستقبل، مش المستقبل بتاعنا بس، المستقبل مظلم جدا، واتمنى ان في يوم من الايام ما نوصلهوش، ان الجماعه بتاعتنا في الفيلم بتوقف عمرها في سن ال 25. ناس بقت بتشتغل بس في المقابل ما بقتش تاخد فلوس بل بتاخد وقت، لان في دراعهم قام ديجيتال والارقام اللي موجوده في دراعهم ده عمرهم المتبقي من الزمن، يعني الارقام دي اللي مكتوبه في دراعهم لو وصلت لصفر يبقى الشخصيه دي هتموت. والبطلنا في الفيلم ده بيتعرض لجريمة قتل او بيتهم في جريمة قتل هو ما عملهاش، لانه قابل شخصية غنية جدا جدا جدا، والشخصية الغنية دي قررت ان هي عاوزة تديله الوقت كله بتاعها لويل، وكله كان عاوز الوقت بتاعه. الراجل الغني ده قرر ان هو ينتحر ويسيب الوقت كله لويل. طبعا بعد ما عرفوا ان ويل هو اخد كل الارقام بتاعته، لانه تقريبا عطاله بتاع اكتر من 100 سنه او 200 سنه، طبعا كل الناس طمعانه في الوقت ده. كان واحد من المفاجآت بتاعه سنه 2011، خصوصا ان البطوله لجاستن تيمبرليك، وكلنا عارفين جاستن تيمبرليك اكتر في الغنى مش في التمثيل، بس في الفيلم ده هو كان شاطر جدا. حتى كمان القصه بتاعه الفيلم ده كانت حلوه جدا جدا جدا، ومع ذلك برضو انا من وجهه نظري ما شفتهاش في اي فيلم او اي مسلسل تاني. فكرة ان هو ان انت بتشتغل وما بتاخدش فلوس بقى، بيدوك وقت، يعني بيبقى فيه وقت هنا في الدراع بيحطولك وقت، علشان الوقت ده لو خلص انت خلاص انت كده مت، حرفيا انت مت، فانت لازم تعمل زي ريتشارج للوقت ده. وطبعا الوقت ده لكل حاجة، طبعا للأكل وللشرب، انت لما تروح تشتري أكل بتاخد بالوقت، ولما بتدفع مثلا ضرائب او بتدفع مثلا مصاريف للبيت او اي حاجة عامة في الحياة بيبقى بالوقت ده. فيلم من نوعية الاكشن اللي هي مش قوي، بس بصراحة هي الفكرة اكتر حاجة اللي في الفيلم كله اللي جذبت انتباهي، اللي كانت بجد حلوة جدا. انا شايف ان اختيار جاستن تيمبرليك للفيلم كان كويس. انا عن نفسي لما بيجي الفيلم ده في التلفزيون او في اي حتة عندي مثلا على اللاب بحب اتفرج عليه من وقت للتاني، يعني مش من نوعية الافلام اللي عايز اصنفها مثلا ممكن تكون اكشن او اكشن ساي فاي، بس انا اكتر حاجة اللي بتخليني مثلا اتفرج على الفيلم تاني من اول وجديد، او ممكن ان انا اتفرج على مشاهد لي معينة بتفرج عليها علشان فكرة الوقت ده، يعني الوقت ده اللي انا بتفرج عليه، فده اكتر حاجة جذباني في الفيلم. Put enough time in the wrong hands, you upset the whole system. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل اللي اسمها هوم الون، اللي بيحب الالعاب الرعب هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، وما تنسوش تعملوا لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.